السلام عليكم ورحمة الله. أحبابي في الله، اليوم بإذن الله تعالى سأقوم بشرح إعدادات الراوتر تي بي لينك 841 إير فيرسيون 14 رانج إكستندر أو باللغة العربية لاسلكي. وقد سبق لي في الحلقة الماضية شرح إعدادات الراوتر نفس الراوتر أكسس بوينت، ولمشاهدة الحلقة سوف تجدوا الرابط طريقة الإعدادات الأكسس بوينت أسفل الفيديو بإذن الله تعالى. وهذه هي الحلقة كما تلاحظون. قبل الذهاب إلى الإعدادات سوف أريك ماذا سنفعل اليوم، وهو هذه الطريقة الويفي الذي سيأتي منه الكود، هذا الويفي الموجود في المنزل، ثم ربطه مع إما بالويفي وإما بالكابل RJ 45، يعني ويفي، وتقوم بإدخال كود الويفي في الراوتر عندك وسوف يقوم هو بإطلاق الويفي. قبل الذهاب إلى الإعدادات نقوم بالذهاب هنا وربط الراوتر الذي نقوم بإعداد عليه بكابل RJ 45 أو بالويفي، ثم نقوم بالذهاب إلى المتصفح وكتابة 192.168.0.1، ثم نقوم بالضغط على Entry، ثم نقوم هنا بكتابة اليوزر نيم والباسورد admin، ثم نضغط هنا على Next، ثم نضغط هنا على Next، ثم نختار هنا لاسلكي يعني الأخيرة الرانج إكستاندر يعني ويفي إلى ويفي آخر، ثم نضغط هنا على Next، ثم هنا نختار اسم الويفي الذي سوف نقوم بكتابة باسورد ديالو. بالنسبة لي أنا سوف أختار هذا الويفي الذي سوف أقوم ب ربطه بالراوتر عندي، ثم تضغط هنا بالأزرق على كونكت. هنا يمكنك اختيار يمكنك تغيير اسم الويفي أو تركه هكذا، وهنا تضع باسورد الويفي الذي قمت بأخذ باسورد ديالو. يعني هنا تقوم بكتابة الويفي الذي قمت بأخذه، ثم هنا إما أن تتركه هكذا وسوف يخرج لك نفس الاسم، أو تقوم بالضغط هنا على Customize وتقوم بكتابة الاسم الويفي الجديد، ثم تقوم بالضغط Next، ثم تترك هكذا الإعدادات هكذا، ثم تضغط هنا على Next، ثم تضغط على Finish. ملاحظة، لإعادة الدخول مرة ثانية إلى هذا الراوتر لن تقوم بكتابة العنوان الأول، ولكن سوف تكتب tp-link-wifi.net، ثم نضغط هنا على Finish وننتظر ريثما يقوم بإعادة تشغيل الراوتر. كما تلاحظون أحبابي في الله، بعد إعادة تشغيل الراوتر كما تلاحظون تمت الإعدادات الرانج إكستندر أو اللاسلكي بنجاح. ثم نقوم بالذهاب لإعادة الدخول إلى الراوتر ونقوم بكتابة tp-link-wifi.net. كما تلاحظون أحبابي في الله، ثم نقوم هنا بكتابة اليوزر نيم والباسورد admin، ثم admin هنا، ثم نقوم بالضغط على اللوغين. كما تلاحظون أحبابي في الله تمت إعدادات بنجاح. ولإعادة تغيير كود الويفي تقوم بالذهاب إلى ويرلس، ثم تقوم هنا بتغيير كود الويفي، ثم تقوم بالضغط هنا على السيف، أو
تذهب هنا إلى باسورد. إذا أردت تغيير الأدمين هنا تقوم بكتابة اليوزر نيم، هنا الباسورد، هنا إعادة اليوزر نيم، هنا إعادة الباسورد، ثم هنا إعادة الباسورد، هنا عفوا كتابة الباسورد جديد وإعادة كتابته هنا، ثم تضغط هنا على السيف. نذهب هنا نقوم ب كونكت مع الويفي، ثم نقوم ب هذا هو الاسم الجديد، ثم نقوم بالضغط، نقوم بكتابة الباسورد. كما تلاحظون أحبابي في الله، تم الإعدادات بنجاح كما تلاحظون، والسلام عليكم ورحمة الله.